تشرفت بلقاء سيادة رئيس الجمهورية اليوم، واللقاء طبعا تناول مجموعة من المواضيع اللي تتعلق بالشأن الوطني في مجالات متعدده، واستمعنا من سياده رئيس الجمهوريه مشكور اعطانا وجهه نظره حول مجموعه من القضايا، ونحن ايضا اكدنا له انه حركه نداء تونس باش تواصل العمل بشكل مسؤول حول مجموعه من القضايا الاساسيه اللي هي فيها مصلحه البلاد، وهي اربع قضايا مهمه. اولها يتعلق بمساله المصالحه الوطنيه، احنا ماشيين فيه بشكل مسؤول وقوي باعتبار أنه هدايا أساسي لمستقبل البلاد. الموضوع الثاني هي موضوع الإصلاحات الكبرى اللي زي ما تتناول عدد كبير من المواضيع الاقتصادية اللي هي مش تخلي الاقتصاد التونسي يكون قادر على الاستثمار وجذب الاستثمار. والمسألة الثالثة أيضا هي الموضوع اللي يتعلق بالحرب على الإرهاب، وتو بعض المصادقة على قانون الإرهاب قاعدين نعملوا بشكل ملموس من أجل تفعيله طبعا. ودور نداء تونس هو دور كما كل الأحزاب الأخرى والمنظمات مهم، لأنه لابد من أنه يكون ثم تعبة شعبية في هذا الموضوع. وأخيرا تعلق أيضا الحديث بدور نداء تونس كحزب يستطيع أنه يساهم في تقديم مجموعة من الخدمات على المستوى المحلي وعلى المستوى الجهوي لتخفيف العبء على كل من ثم ضغط سواء كان اقتصادي ولا اجتماعي عليه في هذا الظرف الانتقالي الصعب. ونحن متفائلون جدا بالتوجه العام لمسيرة بلادنا، ولكن هذا يتطلب العمل نتاع كل الأحزاب الوطنية، لأنه الوحدة الوطنية مطلوبة رغم اللي هي تتجدد مع كما قبل تقوم على التعدد، ولكنها مطلوبة من أجل مواجهة كل الأشياء هذه والتحديات تعترضنا. شكرا.